دكتور، لو حدثتنا عن استعدادات الجامعة لإجراء الاختبارات للطلاب والطالبات حضوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. الحقيقة منذ أن أصدرت وزارة التعليم دليلها الاسترشادي للعودة للدراسة الجامعية وما تضمنه من احترازات وشروط للعودة الآمنة، أصدرت جامعة الملك عبد العزيز دليلها للعودة الآمنة للدراسة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442، وتضمن الدليل الكثير من التعليمات التي يجب الالتزام بها من الكليات والطلبة. وقد أصبحت لدى الجامعات وجامعة الملك عبد العزيز الخبرة الكبيرة في موضوع إدارة العملية التعليمية في خلال الجائحة. الحقيقة العودة للاختبارات الحضورية هي ناتجة عن الخبرة التي اكتسبتها الجامعة في إدارة العملية في الفترة الماضية، وقد أصدرت الجامعة مجموعة من الأدلة وأهمها دليلين: دليل إجراءات الاختبارات الحضورية للكليات، ويتضمن جميع الأمور المتعلقة بتجهيز مباني الاختبارات، ويعني من نقاط الفحص البصري وتهيئة الأماكن وتعقيمها، وبمشيئة الله ستكون المباني جاهزة لعمليات استقبال الطلاب. الحقيقة يهمنا كثيرا في الجامعة سلامة الطلاب، لذلك تم وضع بروتوكولات خاصة للتباعد والإجراءات الاحترازية. كما كان هناك دليل آخر خاص وموجه للطلاب والطالبات في طريقة استخدام المباني والدخول والجاهزية قبل وأثناء وبعد الاختبار بمشيئة الله. نعم دكتور، هل هناك مقررات ستكون اختباراتها افتراضية؟ طبعا زي ما أشرت أنه هي الاختبارات منذ بداية الفصل الدراسي ومنذ أن صدر الدليل الإرشادي لجامعة الملك عبد العزيز للعودة الآمنة للدراسة، وجامعة الملك عبد العزيز كانت مقررة الحضور الاختبارات أن تكون حضوريا، وفعلا هذا ما وجه به معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي بالأمس عبر تصريح للمركز الإعلامي بأن جميع الاختبارات بمشيئة الله ستكون حضورية للاختبارات الدورية والنصفية والنهائية بمشيئة الله. نعم، إذن كان معنا الدكتور هاني برديسي وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز، شكرا لك.